فوائد اللانولين للبشره وايه هو اللانولين ده اصلا؟ اللانولين هو زيت شمع طبيعي بيستخرجوه من صوف الغنم، هو لونه اصفر شويه، من اكتر الكريمات اللي شبه الزيوت اللي بتخرج من جسمنا. هتعملي منه ماسكات حلوه جدا هتغنيكي عن الكولاجين، ولو محتاجاه هتلاقيه عند اي عطار. اللانولين بيعالج الهالات اللي تحت العين، لو حطيتي معلقه من اللانولين ومعاها معلقه زيت لوز وتدهني بيها كل يوم بالليل. بيعالج جفاف البشره والتشققات، هتحطي قطعه من اللانولين قد حجم عين الجمل، هتحطي معلقه زيت لوز عليها ومعلقه زيت زيتون وكمان معلقه زيت جنين قمح، هتخلطيهم في برطمان ازاز وهتحطيها في التلاجة يومين وبعدين تخرجيها وتستخدميها كمرطب يومي للبشره. مفيد جدا للشعر وللقشره وللتساقط. هتحطي معلقه لانولين على زيت خروع وتعملي منه حمام كريم قبل الشاور بساعتين، ومناسب جدا للستات فوق ال 45 لانه بيأخر ظهور التجاعيد. هتدلكي بيه وشك كل يوم بالليل، واهم حاجه زي ما قلنا طريقه التدليك. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com